أنا أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير، وخاصة لك دلال، لأن تواصلك الإعلامي جدا مثري، وهذه أيضا جزء من التحافي اللي احنا نشوفه اليوم. دورنا التشريعي اليوم في تحقيق مفهوم السعادة وتحفيز الموظف المبدع، هناك عناصر أساسية يعني لازم ناخذها احنا بعين الاعتبار في هذا الشأن. ودائما يكون هناك تشريعات مستمرة، هناك تطلعات مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالأجور، فيما يتعلق بالتدريب، فيما يتعلق بالحوافز. فهناك الكثير احنا اليوم نشوف المجلس قاعد يراعيها. هناك الكثير من المقترحات اللي تحفز اليوم على الراتب العادل، وهذه واحدة من أهم الأشياء اللي احنا قاعدين نراعيها في مجلس النواب. أيضا من حيث التدريب، التشريعات اللي احنا قاعدين نحطها أيضا من المقترحات اللي قاعدين ندعمها مع الحكومة. التدريب اليوم احنا لما نشوف هناك الكثير من المبدعين في فترة من الفترات تشوفينهم يتخاذلون أو يتكاسلون، وذلك بسبب أن هناك لا يوجد تدريب. بيئة ملائمة أيضا للموظف، اليوم احنا ما نبغي نشوف الموظف أنه بس يدخل المكتب قاعد على الكمبيوتر وفقط، هذا هو الموظف. فاحنا نشوف عندنا شركة كبيرة كانت مثال، واحتذوها جميع من الدول في أمريكا وأوروبا، هي شركة بريطانية اسمها بيك. هذه الشركة غيرت من مفهوم البيئة العملية، خلت موظفينها في مساحات مفتوحة، وخلت لهم كراسي، وخلت لهم مثل الكوشنز، فهو إيه ما يلبس بدلة. هذا كان في القطاع الخاص، احنا نتكلم عن القطاع الخاص، ما اتكلم عن القطاع العام، ولكن هناك بيئة محفزة. فكانوا شلون مستريحين قاعدين، فكل وقت هو قاعد ماخذ اللابتوب او ماخذ الكمبيوتر فيشتغل بإبداع. اذا ليش احنا ما نحتذي بهذه الأمثلة؟ نشكلها على حسب مجتمعنا، نشكلها على حسب متطلباتنا، متطلبات سوق العمل، متطلبات الحكومية والقطاع الخاص، على اساس ان احنا نشوف ان هناك إبداع اكثر من الجانب الوظيفي. منظومة التشريعية أو القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية تخضع لمراجعة مستمرة، فتكون متغيرة حسب المتغيرات، واستجابة للمتغيرات، استجابة للتطورات اللي قاعدة تستوي في الدولة. موضوع ثاني وهو التكامل أو التعاون مع السلطة التنفيذية. في اجتماعات تقوم بشكل مستمر السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، تكون من خلالها مناقشة القوانين، مقترحات القوانين، تحقق الغايات، تحقق الأهداف المرجوة من السلطتين التنفيذية والسلطة التشريعية. إني حق التدريب، التدريب عموما في البحرين حزمة كبيرة من القوانين الخاصة بالتدريب، أشملها الرخص الممنوحة حق المعاهد والمؤسسات التدريبية، سواء مراقبتها، مراقبة نشاطها، مراقبة مخرجاتها، هل هي مخرجات فعلا تلبي احتياجات السوق، تلبي الاحتياجات والستاندرد اللي احنا نبي نوصل له من نشاط أو برامج التدريبية اللي تقوم بها هذه المؤسسات. ما ننسى هيئة جودة التعليم والتدريب، هي الجهة المعنية بمراقبة كل المؤسسات التعليمية والمؤسسات التدريبية في مملكة البحرين. إني حق السعادة الوظيفية، السعادة الوظيفية أو سعادة الموظف، متى نقدر نقول على الموظف إنه هو سعيد؟ إن الموظف محصل كل العوامل اللي تخليه يبدأ وينجز، راح يعطي المؤسسة، هو أول شيء بيفوز، وثاني شيء بيفوز المؤسسة اللي هو ينتمي إليها، فنوصل حق السعادة بتحقيق الفوز للطرفين. لما أنا بالقانون اللي صادر أحفظ حق الموظف، أحفظ حق العامل في حصته من التدريب، وبيرجع بمهارات مكتسبة ممكن تكون جديدة، مطور مهاراته اللي هو أصلاً عنده إياها، وبالتالي بيكون ناجح في عمله، وهذا النجاح بينعكس على نجاح المؤسسة بالكامل. فالبيئة المحفزة هذه راح توصله إلى السعادة وإلى العطاء بشكل يدفع بعجلة التنمية في البحرين بالكامل إلى الأمام بإذن الله.
طبعا حتة ان الكوتش يحل محل الطبيب النفسي اكيد لا، لان ده له دور وده له دور. دور الكوتش هو تحسين جودة الحياة، يعني هو ممكن يساعد الاشخاص في تطوير ذاتهم. عندي تارجتس معينة انا لوحدي مش قادر انظمها وانظم وقتي، فالجأ للكوتش عشان يساعدني في تطوير ذاتي، في اني انجز مهام معينة. ده دوره. لكن الطبيب النفسي دوره مختلف تماما. الطبيب النفسي دوره تشخيصي وعلاجي. الطبيب يقدر يشخص ويعالج امراض معينة. طب امتى الجأ للطبيب؟ الطبيب الجأ له لما احس بتغير في سلوكي ومشاعري. انا ابتدى يبقى عندي سي مثلا فليكن ستريس، الستريس ده اثر عليا بصوره معينه، ابتدت مشاعري تتغير، حزين مثلا طول الوقت، فبالتالي سلوكي يتغير. فلما اوصل لهذه المرحله من تغير في المشاعر والسلوك، ده دور الطبيب النفسي. هو للاسف الحالات اللي لما بتيجي بعد ما بتروح للكوتش بتبقى جاي متاخر، يعني هو مش جاي متضرر قد ما هو اتاخر في مرحله العلاج، اتاخر في اكتشاف مرضه. هو بيحاول الاول، لان طبعا للاسف احنا كلنا عارفين حته الاستجما بتاعه الطب النفسي، حته ان انا اروح لطبيب النفسي دي شويه احنا بنخجل منها. فطبعا طبيعه الناس بتروح تدور على الحلول البديله، فليكن دور على احد حد تاني يقدر يساعده في مشكلته، فبيتطور الموضوع بزياده، يعني بيتاخر، بتظهر الاعراض، بتبقى اكثر عنفا. يعني هو طول ما انا حياتي ستيبل ولكن عندي مهام في العمل او تارجتس معينه عايز اعملها، ده ممكن الجا للكوتش او المدرب السعاده، انه اوكي عشان يحسن لي جوده حياتي. لكن الطبيب النفسي دوره مختلف. الطبيب النفسي انا الجا له لما يحصل خلل بقى في ادائي الوظيفي، ادائي الاجتماعي، ادائي السلوكي. فوانس حسيت من نفسي، انا لاحظت على نفسي او اللي حواليا حتى في بيئه العمل، لاحظوا ان انا ادائي الوظيفي قل او معاملاتي مع الاخرين اختلفت، لا ده دور الطبيب النفسي. فهم ادوارهم مختلفه تماما، في عوامل ترفيهية أو زيادة الجودة الحياة، وفي عوامل خلاص بقى الطبيب دوره علاجي وتشخيصي، يعني أن أنا هلجأ له لما يبقى فعلا في ضغط نفسي أدى إلى حدوث مشكلة معينة. في كوتشز مبالغين في أسعارهم، يعني توصل الجلسة واحدة 200-250 دينار، وهذه طبعا تشرد الناس. الكوتشنج ليس بعلم جديد، يعني الممارسة للكوتشنج جاءت حديثا. الكوتشنج عبارة عن عملية يكون محورها المستفيد أو الكوتشيز. هذه طبعا هو نركز عليه غير التدريب. التدريب هو طبعا المدرب هو اللي يعطي المعرفة ويعطي المهارة ويغير السلوك، إنما الكوتشنج لا، الكوتشنج يكون الكوتش فيه يكون دوره مستمع، يكون دوره موجه، لأن المستفيد يحاول يغير من نفسه، يحاول يتكلم بكل ما يجول في خاطره وفي داخله على أساس أنه يوصل إلى حل. والكوتش يحاول أنه يوجه المستفيد بطريقة الأسئلة، تخلي المستفيد يتعمق في داخله أكثر، يطلع أشياء دفينة. الكوتش يحاول أنه يخلي الكوتشي يطلع بهذه الأمور إلى السطح، وبعدين يشوف شنه المنافع فيها وشنه المضارة اللي فيها، ويحاول أنه يوصل إلى هدف معين. ومع حدنا خاصة خلينا التدريب مع جلسات كوتشنج، إحنا لا أطباء، إنما نحاول أن احنا نوصل الأشخاص لهدفهم. وأكثر الكوتشنج يستخدم في المؤسسات اليوم هذه الأيام، لأن على أساس تحسين الأداء الوظيفي وتحقيق الأهداف للمؤسسات. فإحنا طبعا قبل لا نأخذ أي مدرب، أول يعني أول لازم يخضع إلى امتحانات، يخضع إلى طبعا تشخيص كل التجارب اللي عنده، تشخيص الشهادات اللي موجودة عنده، على أساس نتأكد أنه هو إنسان حاصل على شهادة أهله أنه يكون مدرب. المدرب يعني المحنك ممكن أنه يشوف التغيير ويوجه العملية التدريبية بحيث لازم يكون في أثر. يمكن أكثر يعني مسمى يعني تم تلاعب فيه أو استغلاله مسمى الكوتش لسبب رئيسي. ما هو؟ باعتقادي حصول على مسمى الكوتش اليوم في البحرين مو الشيء الصعب ولا الشيء اللي ممكن الإنسان يسعى له ويتعب عليه. ترى الموضوع جدا بسيط، يمكن البعض يستغرب. نعم بسيط، بس الموضوع يحتاج إلى مال. تمام، ليش مال؟ اليوم أكثر يعني دورات في البحرين موجودة عندنا تقدم هاي الدورات، بحرين خارج البحرين طبعا، تقدم هاي الدورات مقابل مبلغ مالي، وتصير انت كوتش خلال 3-4 أسابيع قد يكون. زين، بعدين انت بعد ذلك شو تسوي؟ بعدين انت تشوف تسوي لك مثلا نقول دوره تدريبيه او شيء تدريبيه، وتخرج بعد كوتشز مختلفين. لكن الكوتشنج من الرقابه عليه؟ يعني هاي السؤال الرئيسي. ماكو رقابه، بس مساله الرقابه جدا مساله مهمه. يعني دلال، يعني انا اليوم لما يجيني انسان مثل ما قلتين يعني حالته النفسيه جدا تعبانه او يائس من الحياه، أنا قاعد أتحكم بمصيره، بس أنا كوتش ما عندي أساسيات التشخيص الحقيقية. شو الشخص إذا هو مصاب بالاكتئاب أقدر؟
ما أقدر. فجانب الرقابة في الكوتشنج أعتقد في البحرين مو موجود، ويحتاج إنه يكون مفعل موجود. بس متى يساعدني الكوتش؟ يعني خليني أقول عندي مشكلة أو أحتاج مساعدة في إدارة الحياة مالتي، شلون أقدر أدير حياتي؟ شلون أقدر أسوي له فلايف إدارة الحياة؟ شلون أقدر مثلا أجيب التارجت في الشغل؟ شلون أقدر أني أنظم حياتي مثلا؟ بهالمقدار فقط. المدرب صعب الاستغناء عنه. ليش؟ لأن التدريس مثل التدريب، التدريب هو عملية أن أنا اليوم لما عندي مادة علمية أدرب أوكي الموظفين الباحثين عن العمل مثلا على أداء هذه المادة العلمية بشكل عملي، فالاستغناء عنه أعتقد غير ممكن. شنو ميزة الكوتش دلال؟ ميزة جدا كبيرة. أنا لما أتكلم ساعات مع نفسي ما أكون حازم مع نفسي بشكل كبير، بينما الكوتشينج بيكون معي في خطة مرسومة، في أكشن بلان. إذا كان الكوتشينج صح بيكون في خطة مرسومة، بيكون في أكشن بلان. فأنا مش ضد الكوتشينج تماما، ولكن ضد إنه يعني الكل قاعد يأخذ هاي المسمى. شنو يطرح على بالك الاسم كوتش؟ يعني شنو بالكلمة الشعبية؟ الشعبية يقول لك بياحة. شكرا جزيلا. هذا صار ليش؟ هل هذا صار عبث ولا فعلا في ناس تبيع الوهم أو بتبيع الكلام، تبيع الحكي؟ فهذا خطأ أيضا. لازم أنا أكون منصف. نعم هم أصدقائي وأحبتي ومشتغلين مع بعض، بس لازم أكون بعد منصف مع أبناء الوطن، أقول لهم يرتجون حق الاتجاه الصحيح في اختيار الأنسب لهم. أنا لا أعالج المرضى، أنا أعالج الأشخاص الأصحاء اللي يأتون لك لأن أهما في فترة من فترات حياتهم أصبح عندهم تعثر. الناس أصبح عندها هذه الشك أن يعني هذا المدرب شلون ممكن يوفر لي سعادة في خضم الظروف الصعبة لربما اللي أنا أعانيها في أحيان. اليوم هذا المدرب خضع لتدريب مكثف يستطيع من خلال خبرته وعطاءه أنه هو ياخذ هذه المستفيد ويحقق معه الأهداف اللي هو يرتجيها لنفسه. اليوم بعد هذا المدرب لابد أن ما يكون وايد أوفر في فكرة، لأن على حسب عطاء هذا الإنسان، على حسب إمكانياته، ولازم يأخذه ويستمع له، يفهمه، ويحاول أنه هو يصيغ مثل ما نقول أهداف توازي ما هو يريده، ولكن بالشكل المنطقي السوي. لأن فعلاً أنا وقفت في فترة من الفترات خاولة، أنت شنو تبين؟ شنو تبين تحققين؟ وين تبين توصلين؟ شنو الأهداف اللي تبين تحققينها في حياتك؟ ولقيت أن أنا ما عندي أحد متمرس مختص على أساس أني أنا أقدر أعتمد عليه في أنه يوصلني إلى بر الأمان. فأنا أرى أن هي مهنة إنسانية، وفعلاً دور المدرب هو مهني أكثر ما يكون لتحقيق أهداف جميلة في واقع هؤلاء الأشخاص المستفيدين. هو مجال مفتوح، وانت تروح حق اللي يوالمك ويناسبك، ولكن في احيان انت تلجأ الى اشخاص هم كذلك مختصين، ولكن لا تجد عندهم الكلو، ما تجد عندهم الشغلة اللي انت تبيها لسبب او لاخر. انا دوري اني انا ارى هذا الشخص اللي من الاصحاء يعتبر. يعني شنو الفرق بين نحن وبين الطبيب النفسي اللي يعالج؟ الطبيب النفسي هو يعالج المرضى النفسيين اللي يحتاجون الى دواء. انا لا اصف دواء للمريض، لابد أن يكون هناك مصداقية، لابد أن يكون في احترام متبادل. فهو لما بيجيك في أحيان تقول لي أستاذة خولة أنا عارف الحلول، ويايتك أنا دايرة على ناس وعارف الحلول، ولكن أبي أشخاص يسمعوني. الجلسة على ما أراه تتراوح بين 20 و 45 دينار، هذه في المحيط اللي أنا موجودة فيه. السعادة دائما تكون في يد الإنسان نفسه. طيب البعض ليش ما يوصل إلى مستوى السعادة؟ لأنه هو عنده أمور قافل ما شافها، أو عنده مهارات هو مو متمكن منها. فأي دور هني المدرب؟ أنا مريت بخبرات كثيرة، تخصصات كثيرة، كلها مكملة لبعض. يعني أنا ما أشخص الحالات إلا لما ييني عميل أقول له والله أنت تحتاج جلسات إرشاد نفسي، بتروح حق طبيب. وأفضل إنه يروح حق طبيب نفسي قبل لا يروح حق المعالج النفسي. يوصلنا الكلاينت متأخر، المجتمع يرفضنا. يعني أنا كان دوري في مدرسة، أنا مرشد اجتماعي، الناس ما تتقبل دوري، في رفض مجتمعي لوظيفة المرشد الاجتماعي، ورفض مجتمعي لوظيفة الطبيب. وإحنا عندنا هذه الربع ساعة الأولى هي نبني فيها علاقة، أرتاح ليش ترتاحي لي، أوكي نكمل، والله إذا ما صار هناك راحة ممكن تأخذ معي الجلسة وتروح. فهذه مجموعة التخصصات. أنا أتكلم في الجانب اللي يعني مثلاً الموضوع عن الكوتشنج اليوم، أنا راح أتكلم بس في جزئية الكوتشنج. نفس لما يجين العميل يبي جلسة كوتشنج، ما أقدر أقول له لا والله أنت مشكلتك أسرية وأقلب السيشن، لا، بعد في أخلاقيات المهنة، أنت محتاجة جلسة إرشاد أسري. إنزين إذا بنتكلم كدوري أنا مرشد أسري، في وايد حالات يوتني يوصلون إلى شفا حفرة. إحنا دورنا في الإرشاد الأسري إني أردت الإصلاح ما استطعت. قد يكون الإصلاح بالانفصال،
بس مو أنا اللي أختار. أنا أقعد مع الزوجين، كانت في جلسة مشتركة أو في جلسات منفصلة كانت مثلاً مع الزوج أو مع الزوجة، وإحنا نشوف المشكلة، إحنا نسوي نفس الفرشة، نحط المشكلة، أسبابها، شنو الأمور اللي نقدر نعدلها، شنو الأمور اللي ممكن إن إحنا نطورها، وبعدين هما يختارون. دورنا إحنا كمدربين نمكن مهارات موجودة عنده أو ندرب على مهارات هو ما موجودة عنده. وأحين وايد يصير عندنا التركيز على المهارات الناعمة. هذه المهارات الناعمة مهارات إحنا محتاجينها في علاقاتنا، كنا موظفين، كنا في أدوار أخرى، أدوارنا مثلا في البيت. الشريحة تحدد لي أنا شنو أقدم لها. أنا واجد عندي تجارب في كلاساتي، من لما يجي الطفل أول شيء يكون خايف لأنه يكون مجتمع كلش ضيق، فيخاف يروح لأي حد غريب، وهذا شيء طبيعي. أنا يكون أول تحدي عندي اللي أفرح فيه واجد يعني إن شلون أكسبه. أنا اليوم لما يكون عندي أطفال في الكلاس أحسسهم إن أنتون شنو تقدرون تسوون، لأن أنا ما أقدر أقول لين تسو هذه البالانس، مثلاً وضعية البالانس كأوردر كطلب أو كأمر، لأن أنت لازم تسويها. لا It's okay إذا ما سويتها، بس هل أنت تقدر، شنو أنت تقول، عقلك شنو يقول، لأن العقل لما يفكر يهدف فينجز. أنا أعطيهم ده الشعور، يمكن أنا أكون مجودتنا وهو ما يحسن مجودتنا، وبعدين أهده أقول لك سويتها. ما تتصورون شعور الإنجاز والفخر بنفسه والثقة بالنفس العالية جدا لدرجة أنه يب أوكي واتس نيكست. أنا دائما أقول حتى في المدارس اليوم أتمنى أن يطبقونها، أن ما في شيء اسمه منافسة مع اللي حواليني، في منافسة مع ذاتي. أنا شنو مواطن القوة والضعف عندي، لازم أنا أقارنها بنفسي، أنا شنو كنت واليوم شنو صرت. توجه اللي عندي اليوم مو توجه مادي أو وظيفي، يعني عندي شغف تجاه هاي. وبالنسبة لي الأطفال بالذات، كوني أم أفهم شنو يحتاج المجتمع بالنسبة لشريحة الأطفال اليوم، شلون أنا أقدر أفهمهم مثلا من ابتساماتهم، من حضنهم، من ثقتهم وأمانهم وياي اللي يتبادلون في نفس الحزة وإحنا في الكلاس، معناته وصلت. يعني حتى في طفلة توحد كانت المدرسة راحت نادت المديرة بسرعة تعالي تشوف إن هي قاعدة تتفاعل، ما كانت تطلع فيني بس كانت كل الفلو اللي سويته وياهم كل الوضعيات كانت تسويها.